محمد الريفي يقرر الاختفاء واعتزال السوشيال ميديا. إليكم التفاصيل. فبدأ الضجة الأخيرة والأحداث الكثيرة التي عاشها الفنان محمد الريفي بعد خروج والدته للعلن، حيث كشفت معطيات صادمة عن الحياة الخاصة لابنها الفنان. فبدءا من إعلان مرضه الذي لم يجد له دواء وخروج شقيقه التوأم عبر مواقع التواصل حيث فضح أسرارا عائلية خاصة، بالإضافة إلى التصريح المزلزل لوالدته والتي كشفت عن عدم رضاها عنه، وخروجه المفاجئ للشارع حيث ظهر في الفيديو وهو يصرخ طالبا رؤية والدته التي اختفت عن أنظاره، إلى اتهام زوجته بالشعوذة والسحر من طرف كل من هب ودب آخرهم الكوميدي عبد الفتاح جوادي، وهو الشيء الذي أفاض الكأس. فهذه الأحداث المتسارعة والقاسية التي مر منها محمد الريفي مؤخرا جعلت مرضه يزداد ونفسيته تتدمر، واتخذ قرارا صارما أعلن عنه عبر حسابه على الإنستغرام، حيث قرر محمد الريفي عبر تدوينة نشرها أنه سيختفي عن الأنظار وأنه سيعتزل السوشيال ميديا، وهذا ما قاله: سأمسح الإنستغرام وتصور، شكرا لكم كثيرا. لكن محمد الريفي قبل اختفائه وجه رسالة جد مؤثرة لوالدته، جاء فيها: ديما غادي نبقى نموت على الوالدة تنموت، واخا تسبني وتعايرني والله منهز الراس ونبوس تراب رجليها، أقسم بالله. وهكذا فقد أصبحت أقصى أماني الفنان محمد الريفي هي رؤية والدته التي عابها بعض من رواد السوشيال ميديا ولاموها عن ما تفعله بولدها، والله أعلى وأعلم بالحقيقة.